أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف نستكمل ما تبقى من المحاضرات في مقرر الإدارة الاستراتيجية، ولكن قبل أن نستكمل ما تبقى من المحاضرات سوف نقوم بمراجعة سريعة لما تم أخذه في المحاضرات السابقة. تحدثنا عن التطور التاريخي لمدخل الإدارة الاستراتيجية، وعرفنا أن هناك كثير من المراحل لتطور الإدارة الاستراتيجية بحسب رؤية كل باحث. فبعض الباحثين يرى بأن الإدارة الاستراتيجية قد تطورت على 4 مراحل رئيسية، هي مرحلة صنع السياسة، مرحلة سياسات التخطيط، مرحلة التخطيط والتفكير الاستراتيجي، ثم رابعا مرحلة الإدارة الاستراتيجية. هناك أيضا بعض الباحثين يشير إلى المراحل التالية لتطور الإدارة الاستراتيجية، وهي التوجه للتخطيط طويل المدى، المرحلة الثانية التوجه الاستراتيجي المحدود، المرحلة الثالثة التوجه البيئي، والمرحلة الرابعة هي التوجه الاستراتيجي المتكامل. هذا فيما يتعلق بالتطور التاريخي للإدارة الاستراتيجية. تحدثنا أيضا عن التخطيط الاستراتيجي والإدارة الاستراتيجية والعلاقة بينهما. طبعا عرفنا الاستراتيجية وعرفنا التخطيط الاستراتيجي، ثم وضحنا العلاقة بين التخطيط الاستراتيجي والإدارة الاستراتيجية، وعرفنا بأن التخطيط الاستراتيجي هو جزء من الإدارة الاستراتيجية. وكما هو واضح من الشكل، يوضح العلاقة بين الاستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي والإدارة الاستراتيجية، حيث أن التخطيط الاستراتيجي هو جزء من الإدارة الاستراتيجية. تكلمنا أيضا عن أهمية الإدارة الاستراتيجية وأهدافها ومهامها ومستوياتها على النحو الآتي. تكلمنا عن أهمية الإدارة الاستراتيجية، وهذه أهم النقاط التي توضح أهمية الإدارة الاستراتيجية. كما تحدثنا عن أهداف الإدارة الاستراتيجية، وكذلك مهام الإدارة الاستراتيجية، ثم مستويات الإدارة الاستراتيجية التي قلنا بأنها تتمثل في 3 مستويات: مستوى المنظمة، ومستوى وحدات الأعمال، والإدارة الاستراتيجية على المستوى الوظيفي. أما عناصر الإدارة الاستراتيجية ومراحلها، فتتمثل في التحليل البيئي، ثم صياغة الاستراتيجية، ثم تنفيذ الاستراتيجية، ثم التقييم والرقابة. كل هذا تم تناوله في المحاضرات السابقة. كذلك تحدثنا عن التحليل البيئي والتحديات الاستراتيجية، وعرفنا ما مفهوم التحليل البيئي والمقصود بالبيئة. عرفنا أن للبيئة مستويين أساسيين: مستوى البيئة الداخلية ومستوى البيئة الخارجية. وبالنسبة للبيئة الخارجية، تقسم أيضا إلى البيئة الخارجية غير المباشرة، ثم البيئة الخارجية المباشرة. وهذا الشكل يوضح لنا متغيرات بيئة المنظمة، سواء ما يتعلق منها بالبيئة الداخلية أو البيئة الخارجية، سواء مباشرة أو غير المباشرة. تحدثنا أيضا عن كثير من المداخل التي طورها الباحثون لتحليل البيئة الداخلية والخارجية. من أهم هذه المداخل، على سبيل المثال، ذكرنا نموذج سلسلة القيمة الذي تحدث عن مجموعة من الأنشطة الأولية: تحليل الإمدادات الداخلية، العمليات، المخرجات، التسويق والمبيعات، ثم الخدمة، وأيضا
مجموعة من الأنشطة الداعمة التي أوردها هذا المدخل، هي البنية التنظيمية وتنمية التكنولوجيا والشراء. أيضا تحدثنا عن أبعاد تحليل البيئة الخارجية الكلية للمنظمة، والتي تمثل في كثير من عوامل المتغيرات، أهمها المتغيرات الاقتصادية، المتغيرات الاجتماعية، المتغيرات الثقافية، ثم المتغيرات السياسية والقانونية، وأيضا المتغيرات التكنولوجية وما يرتبط أيضا بها من متغيرات معلوماتية ومعرفية، خاصة في ضوء التطور الكبير الذي يشهده العالم في مجال ثورة المعلومات. تحدثنا أيضا عن نموذج مايكل بورتر للمنافسة، ويقوم على تحليل القوى المنافسة هنا تحليل البيئة الخارجية، ويحدد هذه القوى بخمس قوى: قوى التهديد الأمداد المنافسين عاملين في نفس قطاع الصناعة، قوى التهديد الداخلي الجدد لقطاع الصناعة، قوى التهديد أو مساومة المجهزين أو الموردين، ثم قوى التهديد مساومة المشترين أو العملاء، وأخيرا قوة تهديد منافسة المنتجات البديلة. كما أشرنا أيضا إلى نموذج أوستن في تحليل بيئة المنظمة، وقلنا أنه يختلف عن نموذج بورتر في أنه يضيف إلى تلك المتغيرات سياسات الحكومة باعتبارها قوة مؤثرة على هيكل الصناعة. تحدثنا عن البيئة وتغيرات البيئة الداخلية من الهيكل التنظيمي، وأيضا الثقافة التنظيمية. إذا تحليل البيئة الداخلية افترض ماذا؟ افترض تحليل الهيكل التنظيمي للمنظمة، تحليل الثقافة التنظيمية للمنظمة، أيضا تحليل الموارد، وأيضا تحليل المعرفة التي تعتبر مورد حيوي لمنظمات الأعمال. أيضا القيادة الاستراتيجية تعتبر من العوامل أو العناصر الهامة في البيئة الداخلية للمنظمة التي تؤثر بشكل كبير على أداء المنظمة. وهذه أمثلة للمتغيرات المهمة في البيئة الخارجية، وقد شرحناها في المحاضرات السابقة بشيء من التفصيل. تحدثنا كذلك عن التحليل الاستراتيجي والخيارات الاستراتيجية، وعرفنا أن مفهوم التحليل الاستراتيجي هو دراسة تحليلية مختلفة للمتغيرات والعوامل المؤثرة على استراتيجية المنظمة ومزاياها التنافسية. ويتم التحليل قلنا على مستويين: مستوى المنظمة ومستوى البيئة الخارجية، بالإضافة إلى تحليل أصحاب المصلحة، والمقصود أصحاب المصلحة كل من له علاقة بالمنظمة سواء الموردين أو المنافسين أو غيرهم. تحدثنا عن مفهوم الخيارات الاستراتيجية. قلنا هي البدائل الاستراتيجية المتاحة للمنظمة: التخصص أو التنويع أو الشراكات أو التعارفات أو الانسحاب أو ما إلى ذلك. طبعا تحدثنا عن تحليل سوات للبيئة الداخلية والخارجية باعتباره ركيزة أساسية لمعرفة نقاط القوى والضعف، وأيضا معرفة الفرص والمخاطر بالنسبة للمنظمة. ولذلك فإن أي منظمة لا يمكنها أن تختار استراتيجية معينة أو تتبنى استراتيجية معينة إلا بعد أن تقوم بتحليل البيئة الداخلية والخارجية من خلال مصفوفة سوات. إذ بناء على هذا التحليل يمكننا أن نختار أو نتبنى الاستراتيجية الملائمة للمنظمة. وهذا مثال على نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات التي يمكن أن تواجه
أي منظمة؟ لاحظ هنا علاقة تحليل سوات بتبني استراتيجيات أو بالخيارات الاستراتيجية للمنظمة. ففي هذه الخانة، خانة SCO اللي هي قوة، يعني نقاط قوة للمنظمة مع فرص في البيئة الخارجية. إذا موقف المنظمة موقف قوي جدا، وبالتالي يمكنها أن تتبنى استراتيجية هجومية أو ما يسمى باستراتيجية النمو والتوسع. بينما على العكس مثلا في هذه الخانة S T S يعني قوة، والتي مخاطر. إذا في نقاط قوة ولكن هناك مخاطر، إذا استراتيجية دفاعية. بينما في الخانة W O هناك نقاط ضعف مع فرص، هنا بناء قوي لوضع استراتيجية توسعية أو نمو. بينما هذه الخانة نجد أن هناك نقاط ضعف مع مخاطر. إذا هذه الخانة تعتبر من يعني المواقف الضعيفة جدا للمنظمة. يعني هذا الوضع، وضع المنظمة عندما يكون في هذه الخانة، تكون المنظمة في حالة ضعف شديد. وبالتالي فإن أفضل استراتيجية يمكن أن تتبناها هي استراتيجية الدفاعية، لأنها تعاني من نقاط ضعف وهناك مخاطر في البيئة الخارجية. طبعا تحدثنا أيضا بالتفصيل عن الخيارات الاستراتيجية المتمثلة في استراتيجيات الاستقرار أو الثبات، وهذه أيضا تتفرع عنها كثير من الاستراتيجيات: استراتيجية عدم التغيير، استراتيجية الربح، استراتيجية التوقف والتريث، وهكذا. كما تحدثنا عن استراتيجيات النمو، وهذه طبعا قلنا في حالة ما تكون المنظمة في وضع قوي، نقاط القوة داخل المنظمة، يعني تمتلك نقاط قوة وفي نفس الوقت هناك فرص في البيئة الخارجية يمكن للمنظمة استغلالها. في هذه الحالة ستتبنى المنظمة استراتيجية أو إحدى استراتيجيات النمو، لأن هناك كثير من الاستراتيجيات في إطار هذه الاستراتيجية. طيب، كل هذا من هذه الأنواع من الاستراتيجيات تم شرحها في المحاضرات السابقة. على سبيل المثال استراتيجية الانكماش والتراجع، هذه أو موقف أو خيار استراتيجي تلجأ إليه المنظمة متى؟ تلجأ إليه المنظمة في حالة ما إذا كانت تعاني من نقاط ضعف، خلل داخلي، وأيضا تعاني من مخاطر خارجية، بالتالي هي ليست قادرة على المنافسة. لذلك ستتبنى إحدى استراتيجيات الانكماش كاستراتيجية التحول أو التجريد أو غيرها من الاستراتيجيات التي تشاهدونها. الخيارات الاستراتيجية على مستوى وحدات العمل، إذا كل الاستراتيجيات أو الخيارات الاستراتيجية التي ذكرناها سابقا كانت على مستوى المنظمة ككل. الآن لدينا مجموعة من الخيارات الاستراتيجية على مستوى وحدة العمل. تحدثنا سابقا عن مستويات الإدارة الاستراتيجية، وقلنا هناك 3 مستويات: مستوى المنظمة ككل، مستوى وحدة العمل، ثم المستوى الوظيفي. هذه الاستراتيجيات التي ذكرناها سابقا هي على مستوى المنظمة ككل. طيب، هناك خيارات استراتيجية على مستوى وحدات الأعمال. هناك نوعين من الاستراتيجيات على مستوى
وحدة الأعمال من الاستراتيجية التنافسية والاستراتيجيات التعاونية. وهذا مثال لبورتر تحدث عن الميزة التنافسية، تمييز المنتج والخدمة، تميز هنا تركيز، تمييز كلفة منخفضة، قيادة شاملة للكلفة، تركيز واسع النطاق، نطاق المنافسة أو ضيق. إذا هذه وهذا الشكل يوضح استراتيجية التنافسية التي يمكن أن تتخذها وحدات الأعمال. تحدد هذه الاستراتيجية الآلية التي تتنافس بها المنظمة لتحقيق التفوق على منافسها، وذلك من خلال مصادر قوتها لتحقيق أداء أفضل. يمكن تصنيف هذه الاستراتيجيات إلى اللي هي استراتيجيات التنافسية. نقول لدينا استراتيجيات تنافسية واستراتيجيات التعاونية على مستوى منظمات، على مستوى وحدات الأعمال وليس على مستوى المنظمة ككل. يمكن تصنيف استراتيجية تنافسية إلى استراتيجية قيادة الكلفة الشاملة. هذا الخيار يتطلب بناء الإمكانيات التصنيعية ذات الكفاءة العالية والاستمرار على تخفيض التكاليف باستخدام الخبرة السابقة، بشكل أيضا يقلل النفقات إلى الحد الأدنى. هنا لاحظ مضامين سلسلة القمة استراتيجية قيادة الكلفة الشاملة. عندنا استراتيجيات التمييز، يركز هذا الخيار في أن تتمكن المنظمة من تلبية حاجات ورغبات عملائها بطريقة فريدة من خلال تقديم منتوجات مبتكرة وذات نوعية عالية. قد يرتبط تقديم خدمات خاصة من أجل أن يكون المشتري مستعدا لدفع سعر أعلى. من أهم السمات التي تسيطر على هذا الخيار هو الاهتمام بالنوعية من خلال الاسم استراتيجيات التميز أو التمييز. هنا يركز على الاهتمام بالنوعية، بنوعية الخدمة أو السلعة المقدمة. هذا أيضا شكل يوضح سلسلة القيمة ضمن استراتيجية التمييز. النشاطات الرئيسية والنشاطات المساندة، ربما تذكرون لما تحدثنا عن نموذج مايكل بورتر الذي تحدث عن مجموعة من الأنشطة الرئيسية، 5 أنشطة رئيسية ومجموعة من الأنشطة الداعمة أو المساعدة في نموذج سلسلة القيمة لمايكل بورتر. استراتيجية التركيز، هذه الاستراتيجية أيضا تقوم على أساس اختيار مجال تنافسي محدود، أي تركز على جزء معين من السوق. تركز على جزء معين من السوق، إذا تركز اهتمامها على هذا الجزء من السوق حتى لا تتشتت أو لا تشتت إمكانياتها. إذا هذه استراتيجيتين رئيسيتين على مستوى وحدات الأعمال. ما نحن تحدثنا في السابق على تحدثنا حول استراتيجيات على مستوى المنظمة ككل، اللي هي الاستقرار والثبات والتنويع وما إلى ذلك والنمو. ثم تحدثنا عن مجموعة استراتيجيات وبالأخص استراتيجيات تنافسية واستراتيجيات التعاونية على مستوى وحدات الأعمال. هنا عندنا الخيارات الاستراتيجية على المستوى الوظيفي. إذا نحن الآن نتحدث عن 3 مستويات، مستوى المنظمة ككل، ثم مستوى الوحدات وحدة الأعمال، ثم المستوى الوظيفي. طبعا زي ما تحدثنا سابقا بأن أي استراتيجية ينبغي أن تقوم على أساس تحليل نقاط القوة والضعف بالنسبة للمنظمة، أي تحليل البيئة الداخلية، وكذلك تحليل المخاطر والفرص في البيئة الخارجية من أجل أن تستطيع أن تتبنى استراتيجية ملائمة
لوضعها في السوق. طيب، الخيارات الاستراتيجية الحديثة، هناك مجموعة من الخيارات الاستراتيجية الحديثة. أعتقد أننا وصلنا في المحاضرات السابقة إلى هنا. خيارات الاستراتيجية الحديثة، وسوف نشير إلى أهم تلك الخيارات. يكفي أن نشير إلى استراتيجيتين أساسيتين، هما استراتيجية المحيط الأزرق ونقارنها باستراتيجية المحيط الأحمر. استراتيجية المحيط الأزرق هي إحدى الإبداعات الاستراتيجية التي تتبناها الشركات المبدعة. تقدم استراتيجية المحيط الأزرق مفهوم مختلف للمنافسة، إذ وفقا لهذه الاستراتيجية تطرح مجالات جديدة للمنافسة وتقدم منتجات جديدة، مما يؤدي إلى تغيير حدود المنافسة. لذلك من المسمى المحيط الأزرق، يعني ركوب أعالي البحار والمحيطات الزرقاء بدلا من المحيط الأحمر. مقارنة بين استراتيجية المحيط الأحمر واستراتيجية المحيط الأزرق: في استراتيجية المحيط الأحمر المنافسة تكون في سوق قائمة، بينما في المحيط الأزرق مساحة سوق بعيدة عن متناول المنافسين. إذن عابرة للسوق القائمة. إذن لا تقتصر المنافسة فقط على سوق قائمة، ولنفترض على سبيل المثال سوق محلية. استراتيجية المحيط الأزرق ستتجه نحو أسواق بعيدة عن متناول المنافسين، قد تكون أسواق إقليمية أو دولية. الهدف هو هزيمة المنافسين، هنا تجعل المنافسة غير واردة تماما. استغلال امتيازات قائمة، هنا خلق طلب جديد. كسر حلقة المقايضة المعتادة بين الكلفة والقيمة المضافة، هنا مقايضة الكلفة بالقيمة المضافة. موائمة نظام الشركة وأنشطتها مع خيار الشركة الاستراتيجية المعتمدة التميز والتكلفة المنخفضة معا. في المحيط الأزرق، موائمة نظام الشركة وأنشطتها مع خيار الشركة الاستراتيجية المعتمد على التميز والتكلفة المنخفضة. المبادئ الستة استراتيجية المحيط الأزرق: أعد بناء حدود السوق. إذا لا نقف فقط على حدود السوق القائمة إنما نتعداها. ركز على الصورة الكبيرة ليس الأرقام، امتد إلى أبعد من الطلب الحالي خلال خلق طلب جديد، إسعى إلى السياق الاستراتيجي الصحيح، تغلب على العقبات المنظماتية، اجعل التنفيذ متكاملا مع استراتيجيتك وجزء منها. المبدأ الأول: أعد بناء حدود السوق. في استراتيجية المحيط الأحمر انظر إلى الصناعات البديلة والشبيهة، بينما في المحيط استراتيجية التعامل مع المنافسين تركز على المنافسة ضمن الصناعة. طبعا ما يهمنا في هذا كله أن نعرف بأن هناك استراتيجيات جديدة وخيارات استراتيجية حديثة، أهمها المحيط، استراتيجية المحيط الأزرق. وعرفنا فرق بينه وبين استراتيجية المحيط الأحمر والمبادئ الستة لاستراتيجية المحيط الأزرق. لن ندخل في كثير من التفاصيل، هذه كلها أمثلة يمكن قراءتها وفهمها. خطوات مقترحة لصياغة الخيارات الاستراتيجية المتاحة للمنظمة، هذه طبعا جداول توضح تحديات الاستراتيجية والربط بينها وبين تحديات البيئة، سواء كانت البيئة الداخلية أو الخارجية. لدينا هنا قوة ضعف، هذه تمثل البيئة الداخلية. الفرص والمخاطر تمثل البيئة الخارجية. هنا التحديات الاستراتيجية. فمن خلال تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر نستطيع أن نحدد هنا أهم التحديات الاستراتيجية للمنظمة. أيضا هذا الجدول يوضح كذلك العلاقة بين
الخيارات الاستراتيجية الممكنة والمتاحة للمنظمة وتحليل كل خيار من هذه الخيارات ومزايا وعيوبه وكيفية التطبيق. تقييم البدائل الاستراتيجية، طبعا كيف يتم التقييم؟ تحديد الفرص والمخاطر ونقاط القوة والضعف، الوضعية الاستراتيجية للمنظمة وقدرتها تجاهات عوامل البيئة، السوق والحدود، السوق والمنافسة، محفظة وحدات الأعمال الاستراتيجية. هذا هو التحليل الاستراتيجي الذي نقوم به طبعا عادة وفقا لمن لتحليل السوق. الاختيارات الاستراتيجية، اختيارات التخصص والتنويع. إذا هنا كيف نختار الاستراتيجية؟ بناء على هذا التحليل نبدأ باختيار استراتيجية التخصص أو التنويع. بدائل النمو، هل تتبع المنظمة استراتيجية نمو أم استراتيجية انكماش؟ بدائل التعاون، المنافسين، مجالات التميز والتفوق على المنافسين، كل هذه الخيارات تحددها أو يحددها ما تحددها نتائج التحليل الاستراتيجي لبيئة المنظمة. طبعا هناك مجموعة من معايير التقييم، المناسبة أو المناسبة suitability يتعلق بتقييم مدى تجانس وموائمة الاستراتيجية مع الوضعية الحالية للمنظمة. إذا هذه مسألة مهمة، هل الاستراتيجية تلائم الوضع الحالي للمنظمة أم لا؟ هذا طبعا كيف نعرف الوضع الحالي للمنظمة؟ قلنا من خلال تحليل السوات، هل هي في وضع قوي أم ضعيف؟ هل تواجه مخاطر أم لديها فرص؟ إذا هذا أول معيار للتقييم، هل الاستراتيجية مناسبة وملائمة للوضع الحالي للمنظمة أم لا؟ القبول يتعلق بالأداء المنتظر خصوصا من حيث الربحية والخطر، إمكانية التنفيذ، وهذه مهمة لأنه قد نختار استراتيجية متميزة لكن لا نستطيع تنفيذها. هناك على سبيل المثال في الخيارات الاستراتيجية دائما نختار البديل المناسب وليس البديل الأمثل أو الأفضل، لأن البديل الأمثل أو الأفضل أو أفضل بديل استراتيجي قد لا يمكننا تنفيذه، وبالتالي نفضل ألا نختار. إذا نحن نختار دائما البديل المناسب أو الملائم الذي يتفق من ناحية مع وضع المنظمة وفي نفس الوقت يمكن تنفيذه بسهولة. طيب هذه أيضا من معايير تقييم المناسبة، أي بمعنى تقييم مدى ملائمة الاستراتيجية لوضع المنظمة. عندنا مثلا بدائل استراتيجية رقم 1، 2، 3، وهنا الفرص والمخاطر ونقاط القوة والضعف. في كل استراتيجية ما هي الفرص والمخاطر ونقاط القوة والضعف، وبالتالي هل هذه الاستراتيجية ملائمة لهذا الوضع أم لا. بعدها نشوف إذا كانت الاستراتيجية مثلا رقم 2 ملائمة لوضع المنظمة من حيث الفرص والمخاطر ونقاط القوة والضعف فستكون هي الاستراتيجية المناسبة. لهذا ماذا كانت المناسبة النسبية؟ يتم ترتيب الاختيارات الاستراتيجية باستخدام معايير إضافية. طبعا لا نريد أن ندخل في كثير من هذه التفاصيل، يكفي أن نفهم ونتعرف على أن هناك معايير لتقييم البديل الاستراتيجي المناسب، وقلنا أهم هذه المعايير هذه الثلاثة، أنه هذا معيار ملائم أو عفوا أن هذه الاستراتيجية ملائمة لوضع المنظمة وأن أداءها سيكون أفضل
ناحية الربحية والخطر، وأن هذه الاستراتيجية يمكن تنفيذها. إذا ثلاثة معايير أساسية لاختيار الاستراتيجية أو اختيار البديل الاستراتيجي الملائم لوضع المنظمة ولإمكانية تنفيذه. هذه أيضا أمثلة لتحليل سوات. البديل المقبول أيضا هنا يعني أن المنظمة ليس أمامها سوى بديل واحد ملائم يمكن أن تقبل به. أما البديل المرفوض طبعا وهو البديل الذي لا يحقق المنظمة أي مصلحة أو قد يؤدي إلى مخاطر. تحليل العائد، تحليل الربحية، تحليل الخطر، تحليل ردود أفعال أصحاب المصلحة، كل هذه أيضا معايير لتحليل بيئة المنظمة من أجل اختيار البديل الاستراتيجي المناسب. ربما من أهم نماذج التحليل نموذج تحليل أصحاب المصلحة، التحليل حسب السلطة والمصلحة، والتحليل حسب القدرة والشرعية والإحاحة. تحليل مصفوفة السلطة والمصلحة، الحرص على إعلام أدنى مجهود إلى مستوى المصلحة، وهنا السلطة فاعل أساسي، الحرص على إرضاء. لاحظوا هنا أن مستوى هذه الخانة قوي، في حين هذه الخانة يكون وضع المنظمة ضعيف. هنا ضعيفة قوية، هنا إيش تكون أيضا تبتسم أو يتسم الوضع بأنه قوي وضعيف أيضا. التحليل حسب نموذج القدرة والشرعية والإلحاح، اعتمد التحليل ثلاثة أبعاد. القدرة تعني قدرة صاحب المصلحة على التأثير في المنظمة بما يتوفر لديه من سلطة. طبعا لما نتكلم عن صاحب المصلحة يقصد بذلك من كل من له علاقة في المنظمة، سواء من الموردين أو المشترين أو غيرهم أو العملاء. الشرعية تعني مدى شرعية علاقاتي بالمؤسسة وكذلك أعمالي وتصرفاته. الإلحاح يعني مدى إصرار صاحب المصلحة على تلبية طلباته من قبل المنظمة. إذا هذه الثلاثة الأبعاد التي تحقق أو توضح لنا هذا التحليل أو هذا نموذج السلطة والشرعية والإلحاح. طبعا هذه وهذا جدول يوضح هذا النموذج أصحاب المصلحة والخصائص، أن يمول لهم سلطة لكنهم لا يستعملونها لكنهم لا يملكون الشرعية ولا الطلبات الملحة، وتكون علاقتهم بالمؤسسة قليلة. التقديريون لهم الشرعية لكن ليس لهم السلطة ولا الطلبات الملحة، لذلك فهم عديمي التأثير على المنظمة. مطالبون لهم مطالب لكن ليس لهم لا سلطة ولا شرعية، لذلك لا يستطيعون التأثير في المنظمة. المسيطرون لهم سلطة ومصلحة لذلك تأثيرهم مؤكد على المنظمة. خطيرون لهم سلطة وإلحاح يستطيعون التأثير على المنظمة لتلبية مطالبهم. التابعون لهم الطلبات الملحة المشروع إلا أنهم يبقون تابعين لأنهم لا يمتلكون السلطة لجعل المنظمة تلبي طلباتهم. النهائيون وهم الذين توفر فيهم الخصائص الثلاثة، وعادة ما يسعى المديرون للتقرب منهم. إذا لو لاحظنا هنا أن أكثر أصحاب المصلحة تأثيرا في المنظمة هم من المسيطرون والخطيرون. سيطرون والخطيرون لأنهم يمتلكون السلطة والإلحاح، وأيضا هنا يمتلكون السلطة والمصلحة ولذلك يستطيعون التأثير في المنظمة. مصادر ورموز السلطة، طبعا هذه أيضا تفصيلات كثيرة
لا نريد أن ندخل فيها. مصفوفة بي سي جي هذه أيضا من أهم المصفوفات التي أوردها الباحثون، أو ما تسمى بمصفوفة مجموعة بوسطن للاستشارات. طيب، ترسم مصفوفة مجموعة بوسطن ببعدين هما معدل نمو السوق والنصيب النسبي من السوق. معدل نمو السوق هو نسبة نمو مجموع حصص المنظمات في مجال نشاط استراتيجي ما، وهو يعكس مدى جاذبية السوق ويرتبط بدورة الحياة للمنتج. مجموع مبيعات في السوق للفترة نون ناقص مجموع مبيعات شركة في السوق للفترة نون ناقص واحد على مجموع مبيعات شركة في السوق للفترة نون. هذه معادلة يمكن من خلالها أن نستنتج معدل نمو السوق. النصيب النسبي من السوق يعبر كميا عن صورة الوضعية التنافسية للمنظمة ليظهر مركزها بالنسبة للقائد في السوق، وعليه يحسب بالنسبة إلى حصص المنافسين الرئيسيين بالسوق. مبيعات شركة المنظمة على متوسط مبيعات CBO المنافسين الثلاثة الأوائل أو الخمسة. هنا ممكن أن نستنتج النصيب النسبي من السوق للشركة. خطوات رسم المصفوفة: رسم محوري النصيب النسبي من السوق ومعدل نمو السوق، هذا النصيب النسبي من السوق وهذا معدل نمو السوق. وطبعا من خلال المعادلتين اللتين أشرنا إليهما سابقا يمكننا أن نحصل على معدل نمو السوق في كل حال من هذه الحالات، وأيضا النصيب النسبي من السوق. طيب، ربما هذا الشكل أكثر الأشكال استخداما بالنسبة للحصة السوقية للمنظمة وفقا لتحليل مصفوفة مجموعة بوسطن استشارية. تحليل مصفوفة مجموعة بوسطن استشارية توضح لنا هنا معدل نمو السوق والحصة السوقية للمنظمة أو ما يسمى بالنصيب النسبي من السوق. لاحظوا هنا أن معدل نمو السوق عندما يكون عالي جدا نجد الحصة السوقية للمنظمة عالية اللي هي خانة النجوم. عندما يكون معدل نمو السوق عاليا ولكن الحصة السوقية منخفضة يشير إليها هذا النموذج بعلامة استفهام. كيف أن هناك معدل نمو مرتفع بينما الحصة السوقية للمنظمة منخفضة؟ سوف طبعا نشير إلى هذه الخانات وما تعنيه لاحقا. عندما يكون معدل نمو السوق منخفض والحصة السوقية منخفضة سميها هذه المصفوفة بخانة البقرة الحلوب، وعندما يكون معدل نمو السوق منخفض والحصة السوقية للمنظمة منخفضة تسمى هذه الخانة خانة الكلاب. هذه الخانات الآن لاحظوا توضح لنا أنه في خانة علامة الاستفهام يظهر في هذه الخانة الأنشطة التي هي في مرحلة الانطلاق. الأنشطة هنا تكون في مرحلة الانطلاق وقد وصفت بالاستفهام لأن هذه الأنشطة قد تنجح وتنمو بسرعة كما قد تفشل فتزول. أما خانة النجوم الأنشطة التي تنجح من الخانة السابقة تنتقل إلى هذه الخانة وتصبح مثابة النجوم التي تبني عليها المؤسسة نجاحها المستقبلي. خانة البقرة الحلوب بعد فترة النمو الكبير تتجه أنشطة النجم إلى الاستقرار ولا تتطلب توظيفات مالية جديدة، إنما تصبح مثابة البقرة الحلوب باعتبارها تدير العائدات الوفيرة. إذن هنا بقرة حلوب معناته إيش؟ أن المنظمة بعد أن تكون قد حققت
نجاح في هذه الخانة، يحصل نوع من الاستقرار فتعود إلى هذه الخانة. خانة الكلاب تظهر في هذه الخانة الأنشطة التي تؤول إلى الزوال، والتي قد تأتي من خانة البقرة الحلوب أو من خانة علامة الاستفهام. يعني هذه الخانة تشير إلى الأنشطة التي إيش تتجه نحو الزوال أو تؤول إلى الزوال، والتي قد تأتي من خانة البقرة الحلوب أو من علامة خانة علامة الاستفهام، وهي تعكس خيارات التراجع عن الاستثمار. في هذه الخانة تعكس خيارات التراجع عن الاستثمار، أي تعكس استراتيجية ماذا؟ الانكماش أو التراجع. طبعا هناك كثير من الانتقادات توجهت لمصفوفة بي سي جي، منها الاعتماد فقط على التكاليف، حصر منافسة في السعر فقط، حصر عوامل استراتيجية في عاملين كميين فقط، ونصيب السوقي أو حصة سوقية للمنظمة، ومعدل نمو السوق، الاعتماد على أثر التجربة فقط كميزة تنافسية، حصر معدلات النمو في مجال محدد، الاعتماد على نموذج دورة الحياة رغم أن هذا النموذج طبعا ليس هو النموذج الملائم أو المناسب في تحديد هذه الاستراتيجية. ثانيا مصفوفة ماكنزي ممكن أن نترك هذه المصفوفة، يكفي المصفوفات السابقة كأمثلة على هذه النماذج التحليلية. إذا مصفوفة ماكنزي، مصفوفة أنيس، هذه أيضا من المصفوفات التي تحلل وضع المنظمة في السوق. طيب إذا من خلال ما تناولنا سابقا عرفنا أن هناك تحليل البيئة، بيئة المنظمة، تحليل استراتيجي، تحليل البيئي، ثم تحديد الخيارات الاستراتيجية من خلال نتائج هذا التحليل، ثم اختيار الاستراتيجية الملائمة للمنظمة. وقلنا بأن الاستراتيجية الملائمة والبديل الاستراتيجي الملائم هو ذلك البديل الذي يتفق وينسجم مع الوضع الحالي للمنظمة من حيث نقاط القوة والضعف، ومن حيث المخاطر والفرص الموجودة في بيئتها الخارجية. كذلك قلنا بأن الاختيار البديل الاستراتيجي ينبغي أن يكون مقبول، وفي ذات الوقت ينبغي أن يكون قابل للتنفيذ، كما تحدثنا عن عدد من النماذج التي وضعها الباحثون في هذا الشأن، واستعرضنا أهم هذه النماذج، ربما نموذج بوسطن، مجموعة بوسطن، وأيضا النماذج تحليل أصحاب المصلحة كأهم نموذجين استعرضناهما. أما بقية النماذج النموذجين الآخرين اللي هم نموذج ماكنزي ونموذج أنيس ومصفوفة أنيس، فقد أشرنا إليهم، أو يكفي أن نقرأهم بصورة سريعة. نتوقف هنا في هذه المحاضرة، ونستكمل إن شاء الله في محاضرة قادمة ما تبقى من محاضرات مقرر إدارة الاستراتيجية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.